اللهم صل على محمد حبيبك ونبيك، أنزلت عليه الرسالة فأخذها بقوة وأداها كما أمرته، فأيدته بقوة، قوة من عندك ثبتته، وقوة من عندك حمته، وقوة من عندك نصرته. يا رب يا رب، أمته تحتاج إليك وتمد أيديها وتتضرع إليك، فلا تخذلها وحقق رجاءها فيك. اللهم ارزقنا بقوة نفس أمام الشدائد، وارزقنا بقوة قلب في المعارك، وبقوة إيمان لا يتزعزع، وقوة يقين بأنك قادر، قادر على دفع الضر وتفريج الكرب وشرح الصدور. يا رب، خلقت فينا ضعفا وأرسلت إلينا كتابا يأمرنا وينهانا، فارزقنا بقوة من عندك على تحمل أعباء الرسالة، فبدونك لا نستطيع، وبدونك تهزمنا الشياطين، وبدونك نضيع، وبدونك ما كان لنا وجود. نستمد قوتنا من قوتك، ونستمد إرادتنا من إرادتك، ونستمد المعونة من رحمتك. اللهم قوي إرادة قد ضعفت، وقوي همة قد قلت، وقوي الصبر فينا، وقوي إيمان بك وبوعدك، وقوي عزائم قد لانت. اللهم ارزقنا بقوة تعيننا على الصلاة وأداء الفرائض والصدقات، وقوة تعيننا على ما أمرتنا ونهيتنا، وبقوة صبر حتى الممات. وارزقنا بقوة في طلب العلم لندفع به الجهل، حتى لا يضلنا أحد عن طريقك، ونسير كما صار أنبياءك، ونحيا ونموت على ما ماتوا فنحشر معهم. اللهم أغث قلب ملهوف، ضعيف النفس مكروب. يا رب، نشكو إليك دنيا يؤكل فيها الضعيف. يا رب، نحتاج لمدد من عندك يقوينا، فارزقنا بقوة بصيرة تهدينا، فليس لنا سند سواك، وليس لنا أحد يحمينا غيرك، فنحن عبادك نستغيث بك فأغثنا، فأنزل علينا بقوة تملأ القلوب، فتجعلها قادرة على تحمل الأقدار وتقلب الأيام، وننصر بها على من ظلمنا، ونأخذ بها حقنا. وصلي على محمد، نصرته بالرعب، وهزمت أعداءه بجنودك، وعصمته فلم ينالوا منه، ولم يصلوا إليه بحولك وقوتك، فاجعله يا رب قدوة لنا حتى ننال بركته، وننال دعوته وشفاعته، ومدنا بقوة حتى نسير على دربه متبعين، ولرسالته حاملين، ولدينه محافظين، وعلى سنته مستمسكين. فصلي عليه إلى يوم الدين، وبلغه منا السلام.